بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا أم فرح خطاب، إن كنت أول مرة تشوفيني اعملي اشتراك واعملي لايك وفعلي زر التنبيهات عشان يوصلك كل فيديوهاتي. النهاردة كده بسم الله ما شاء الله، زي ما انتم شايفين أنا استقبلت كتاكيت جديدة، شايفين بقى الجمال، اللهم بارك يا رب. نوع الكتكوت أنا استخدمت بقى، يعني جبت الكتكوت القب تاني، للأسف ما لقيتش كتكوت الرزة. طيب أنا استقبلتهم كده على العلف زي ما انتم شايفين، ما فيش قدامهم مية. بعمل كده اي صوت او اي حركة كده في العلف عشان بس يجوا كده ويجروا على الصوت. طبعا هما مش عارفين ان ده علف، لسه في يعني اللي هيبدأ ياكل واللي مش هيبدأ ياكل، هيبدأوا كده ينقروا في الارض كده زي ما انتم شايفين. بس لازم كل شوية كده هشهم واعمل اي صوت كده وامشيهم كده ناحية العلف عشان ياكلوا. طيب انا حاطة ايه على العلف؟ انا حاطة يعني حلبة، حبة البركة وسمسم. انا استقبلتهم على حلبه وحبه البركه وسمسم. الميه طبعا مش هنزل لهم الا بعدها بساعه ما ياكلوا كده ويملوا معدتهم كده بالعلف او بالعليقه، وبعد كده هستقبلهم على ميه بعسل او ميه بسكر او محلول الجفاف. بس انا يعني هستقبلهم على محلول الجفاف. لو هتستخدمي السكر معلقه على اللتر، لو هتستخدمي العسل معلقه برضو على اللتر. لو هتستخدمي محلول الجفاف زي ما انا هستخدم، تستخدمي باكو على اللتر. كل شويه كده تهشيهم كده زي ما انا قلت لك عشان يجوا ويجروا على العلف. هما يعني بتعمل اي صوت كده بيجروا على الصوت على طول. طيب بعد ما انزل لهم بالميه بسكر او بالمحلول الجفاف، طبعا محلول الجفاف او ميه بسكر هتقعد قدامهم بثلاث ساعات او اربعه، وبعد كده على طول او ست ساعات. المهم ان انت تتاكدي بس ان هو يعني يعوضوا بقى مطرق، يعني مكان بقى بيتنقلوا من العربيه او من الحضانات بتاعتهم لهنا لهنا، بيفقدوا طبعا يعني الحاجات اللي بتبقى في الامعاء بتاعتهم، ومبقاش يعني معدتهم تبقى فاضيه لان يبقوا عدى وقت كتير ما اكلوش او ما شربوش. فلازم تستقبلوهم على العلف وبعدين تستقبلوهم على الميه عشان ما يحصلش معاكي اي يعني اي توالف ان شاء الله. شايفين بقى الجمال. طيب انت لو بتربي في على طول يعني في نفس المكان على طول كده زي ما انا عامله، يعني انا ربيت في نفس المكان اللي انا كنت فيه اللي هي الدوره اللي فاتت. انا طهرته ازاي؟ انا طبعا بستخدم الشكاير دي زي ما انتم شايفين، او المفارش او اي مفرش، مش شرط شكاير زي دي بلاستيك. بشتلها يعني بتنفعني جدا في التنظيف، تبقى سهله عليا التنظيف. بغسلها بحطها في الشمس وبعد كده بعقمها. طيب انا طهرت المكان ازاي؟ انا جبت كلور، انا جبت كلور دخلت بكده لحد من فوق لتحت كده زي ما انتم شايفين في حدود متر من جميع الاوضه كلها او الغرفه كلها، مش يعني مش الحته بس اللي فيها التحضين، لا والمكان برضو اللي كان فيه الفراخ الكبيره، يعني لما بيكبروا كده كل الغرفه لازم تطهريها عشان لو فيها اي فيروسات متعلقه على الجدران او اي حاجه. طبعا الحمد لله الدوره اللي فاتت عدت وكانت تمام، ما فيش فيها اي امراض، بس لازم ولا بد برضو ان انت تطهري المكان ليهم عشان بسم الله ما شاء الله زي ما انتم شايفين كده ما يحصلش معاكي اي توالف او اي حاجه. طيب بجهز الاوضه بقى ليهم، يعني قبل ما انزل كده اجيب العلف ليهم واظبط السقيات بتاعتهم وكل حاجه، بظبط الغرفه بتاعتي درجه الحراره بتاعتهم، بشغل لهم اللمبه الحمراء زي ما انتم شايفين دي كده، او لو عندك دفايات اللمبه الحمراء. طبعا يعني اقل حاجه المفروض تكون بعيد عنهم متر او حاجه، بس عشان الغرفه اللي هم فيها محكمه شويه وعلى السطوح والصاج والكلام ده، فبتبقى هي طبعا درجه الحراره بتاعتها يعني معتدله شويه عشان هي صاج، فانا بقدر اظبط درجه الحراره بتاعتهم باللمبه الحمراء دي. درجه الحراره في العمر ده بتبقى من بين 35 ل 36. طبعا لو عندك يعني ترمومتر بتقيسي بيه الحراره او اي حاجه زي ما قلت لك من 36 ل 35، ما تقلش اكتر من كده عشان الفراخ ما تتكومش على بعضها، ما يموتوش منك، ما يسقعوش، فتلتهم كده ما تبرمش ويفضلوا فتلتهم كده ناشفه زي ما انت شايفه. هما طبعا لسه جايين، يعني ما حصلش حاجه لسه، ولا اكلوا ولا شربوا، بس الحمد لله طول ما انت يعني مضفيه لهم المكان بيجروا كده ويعني ومتنعنشين كده عن بعض. لو المكان كان ساقع ليهم كنت زمان تشوفوهم دلوقتي متكومون فوق بعض، نايمين فوق بعض وبصوتهم، ولا سقعانين كده ومتكعوشين على بعض. كل شويه تهشيهم برده وتعملهم كده تنبيهات كده عند العلف عشان يجوا ينقروا ويعرفوا ان ده العلف وكده. طيب انا العلافات بتاعتي مطهراها برده زي ما قلت لك بالكلور، غسلها كويس قوي بالكلور برده ومطهراها كده، قعدتها 3 ايام في الشمس. مهم جدا ان انت تطهري العلافات
والسقايات. مهم جدا ان انت تطهري الغرفة بتاعتهم، الفرشة بتاعتهم تكون نظيفة، ما تقطريش عليهم يعني العلف، يكون بس قد الاكلة اللي هم ياكلوها، لان يعني العلف اللي قدامكم دون كيلو علف يعني على بكرة اخر النهار او حاجة ممكن يكونوا مخلصينه. انا كترت كيلو لان انا كنت بحط الحلبة والسمسم وحبة البركة. ومناسبة في واحدة قالت لي في التعليقات انت بتستخدمي بالكيلو ليه ما بتقوليش بالشكارة عشان اللي يبقى بجيب كميات كبيرة. انا بقول بالكيلو لان في ناس كتير بتبقى مثلا الاعشاب بتبقى مثلا في البيوت وكده بنستخدمه بالكيلو، فبتيجي تقولي بالشكارة يقولك لا احنا عايزين بالكيلو. لو هتعملي بالشكارة 50 كيلو عليها ربع كيلو من السمسم وربع كيلو من حبة البركة ربع كيلو من الحلبة وتقلبيهم كده مع بعض. طيب بعد ما يعدي المية 3 ساعات او 4 ساعات او 5 ساعات زي ما قلتلك، المية بسكر او محلول الجفاف او المية بعسل، عسل ابيض او عسل اسود براحتك الموجود عندك. بتستقبلي بقى بعدها على طول فيتامينات، وبعد الفيتامينات مضاد حيوي يعني بنستخدمهم كده 5 ايام او 3 ايام على حسب الكتاكيت اللي عندك. يعني لو 20-30 بتستخدمي 3 ايام، لو اكتر كده 65-50 زي ما انت يعني اللهم بارك يا رب لكل واحدة، بتستخدمي 5 ايام. وبعد كده بعد ال5 ايام طبعا بتبدأي بقى تريحيهم يوم وتشتغلي في خلطات الاعشاب. احنا ما بنعملش اي حاجة خالص في ادوية بطارية غير بس الاستقبال، لان طبعا لازم بتستقبليهم على مضاد حيوي، لان ايه بيكون عندهم بقى ايه يعني متنقلين لمكان لمكان عشان لو عندهم برد في الامعاء، برد في يعني في الجهاز التنفسي في اي شيء لازم تعالجوهم الاول كده وهم يعني لسه كده بيبيات. لازم تهتمي بالكتكوت بتاعك زي ما قلت لك، وان شاء الله ربنا يبارك لك. شايفين بقى الجمال، انا كده عشان لسه جايباهم لسه حاطه قدامهم العلف، كمان ساعه ان شاء الله هنزل لهم بالميه. انا هنزل لهم زي ما قلت لكم بمحلول الجفاف، وبعد كده هنزل بالفيتامينات. الفيتامينات تفضل برضو 8 ساعات، وبعد الفيتامينات هستخدم مضاد حيوي 8 ساعات، ده 8 ساعات وده 8 ساعات وهكذا بقى لحد ما يعدي الكام يوم اللي قلت لك عليهم، 3 ايام ل5 ايام براحتك، او زي ما انت جايبه الجرعه من الدكتور البيطري وتخلص معاكي، بس اقل حاجه 3 ايام. وزي ما قلت لك بقى كل شويه تعمليهم كده، انت بتقعدي طبعا معاهم شويه طبعا في اول يوم اول يومين او اول 3 ايام انت بتفضلي معاهم شويه كده كل شويه تطلع لهم وتطمني عليهم، عشان هما لسه كده مبقوش عارفين يعني الاكل قوي والحاجات دي. شايفين بسم الله ما شاء الله يعني مجرد كده ما تخبطي بيبدا فرخه او اتنين يحاولوا ياكلوا، فالفرخه الثانيه بنشوفهم بدل ما ينقروا في الارض هيجي ينقروا في العلف. كنت معاكم مفرح خطاب، يا رب اكون فدتكم، سلام عليكم.